مرحبا حبايب قلبي، شلونكم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بصحة جيدة. اليوم عندنا موضوع كلش مهم، اريد الكل تشارك هذا الفيديو. الفيديو كلش مهم، يعني مو لانه صارت وياي اكثر من مرة، بس تعلمت هاي الطريقة وفادتني، كلش فادتني. مو بس انا، الكل تمر بنفس المشاكل. يعني هاي الطريقة لازم دائما تكونوا مركزين عليها كلش، ودائما تكونوا متابعين الطيور الباسية، خاصة موسم التفريخ لازم تكون مراقبها وعينك عليها دائما. ليش؟ لأنه يصير عندك خسارة بالأفراخ بالإنتاج. شلون يصير عندك خسارة؟ يمكن الحين الفقرة لما الطيور الباسية أو أي طيور إن كانت، لما تبلش الترقيح وتبلش كل شيء، كمان لما تحاول انت انه يتم وضع البيض داخل البوكس، ما توضع البيضة بيضتين ثلاثة أربعة خمسة أو ستة أو سبعة بنفس اليوم، بين كل يومين أو يوم، بين كل يومين خلي بيضة، كل ثلاث أيام بيضة، كل حسب اللقاح وحسب البيض. فمهما كان انه تحط بيض من فترة وفترة، فما راح يفخسون كلهم نفس الوقت. مثلا هاي تخسر، هاي ذبت اول يوم تفقس، وراها يومين ثلاثة ذبت الثانية تفقس، الثانية وراها تأخير بيومين وكذلك. فملاحظين اكثر الفقرات تصير لما الافراخ واحدة حجم كبير، حجم كبير، واحد حجم صغير، واحد حجم، دائما يكون نفس المستوى. ليش؟ لأن الفرق بالولادة، الفرق بالتفقيس، هذا هو الحجم. بس المشكلة وين والخطورة وين؟ الخطورة لما يكون صغير، دائما إذا ما تراقبه وما توكله أنت راح تحاول تخسره. ما مدة أسبوع زمان، مو أكثر، أسبوع زمان. أنصحك نصيحة مني كأخ أو كصديق أو كأي شيء، أنه حاول تراقبهم لما يطلع لآخر الإنتاج الفرخ أو اثنين صغار الحجم. لازم شنو؟ أنت توكلهم بإيدك، مو تطلعهم هم بالقفص، تقدر توكلهم بطريقة سهلة كلش. وخاف أن فكرك أنه هو نوع حجم كلش كبر الأصبع، تقدر توكله بطريقة سهلة. وجربتها وكلش نجحت الطريقة ومفيدة. ما تابعت لا فيديوهات ولا تابعت أي شيء، بس حبيت أجرب هالطريقة وفادتني كلش كلش. ومع ذلك الحمد لله وشكر حدا ما عندي خسارة. قبل كان عندي خسارات لأنه ما كنت أهتم، ما كنت أسوي هذا الشيء، بس من سويت هاي المرحلة الحمد لله وشكر كل الأفراخ طلعوا وما عندي أي خسارة. دائما شلون تصير الخسارة؟ خسارة لما يكون هو نوع صغير كلش مولود جديد، وعندي البقية أكبر منه بأيام، لأنه تعرف التفقيس مختلف كل واحد إلى يومه. فلهذا السبب الحجم كبير، شنو مشكلته؟ يصير أثقل شوية ويكون نوع ثقيل. فشو يسوي؟ يحاول يصعد فوق الصغير، الصغير يكون جوا فيختنق. مرات الرجل، مرات الثقل، مرات الوزن، يفطس الثاني يموت، يعني ثم يصير عنده تنفس ويفطس ويموت. أكثر من حالة صارت عندي قبل، لأنه السبب وين؟ السبب بالولادة والتفقيس، مين يجون كلهم نفس اليوم يفقسون واحد ورا الثاني. مثل كان عندي الحمد لله والشكر، كان عندي اللوفيرت اللي هو فراخ الروز، خمسة فراخ صفايا منهم ثلاثة. ليش؟ كل فترة جاته واحد ميت، الصغار ليش ما يموتون الكبار؟ لأنه الكبار صار خلاص، الصغير من يدخل صعبة يقدر يحاول إنه يوصل للأم أو للأب لحتى ياخذ الأكل. مرات الأم أو الأب ياهو يجي ياهو يتحارش فيها، ياهو يجد نفسه أول واحد تحاول تنقي الأكل، توكله 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 حد ما توصل للفرغ، يكون المعدة فرغت،
فتروح تجيبها كل مرة ثانية ترجع ونفس الحالة تصير، ومرات تنسى ما تقدر تنطي أكل، فشي يسوي يفطس ويموت من الجوع يموت، ومرات يصير جواهم وهم وزنهم أكبر فيفطس ويموت. فالطريقة الصحيحة والنصيحة لك قلت لك اياها جربها وما راح تخسر شيء، راح تفرح هواية وراح تشكرني، وحتى لو ما شكرتني ما عندي مشكلة، بس اني افرح اذا انت فرحان، وافرح لما يكون الخير يصيبك مثل ما يصيبني خير يصيبك. لهذا السبب اريد الكل اللي يتابعني يسوي هذا الشيء. نصيحتي لك انه راح تنجح العملية، او اني منك النصيحة انه دائما تعال تراقبهم باستمرار. انا عندي الحمد لله هواية افراح وانتج، بس ما راح اشوفهم كلهم، راح اسوقكم بس نوعية واحدة لحتى تشوفون الطريقة السهلة. تحبون نبلش من افراخ الروز ولا افراخ البازي؟ راح نبلش من افراخ الروز، خلونا نشوف الطريقة. خلوكم وياي. اول شيء هاي العصارة، خلونا نقربها شوية هنا لحتى الكل يشوفها. تعرفون الاكل هو السريلاك مفحوم، ناخذ من المحلات انا احسن ما اقدر اجيب عود. نسوي دائما يعني شلون الشوربه هيك بيها الطريقه مي، لانه ما طول بيها الطعم المطعمات السريلاك، فمعناته هذا مغذي للجسم، حتى لو كان بس مي وشرب معناته هذا مغذي لك بس تحتاج للجسم ماشي. فلا تهتموا اذا كان بها تخن او خفه، فنفس الشيء الطعم السري لك راح يكون هو غذائي للجسم. خلونا نشوف هالطريقه. ماشي، هاي السرنجة سويتها وراح اشوف لكم الطريقة كلش سهلة. خلينا نجيب الفرخ هنا، او لا خلوكم وياي ناخذ الفيديو حتى نشوفكم الطريقة. هاي الدربي هنا الطريقة، خلونا نزوم في التليفون بهاي الطريقة. الزام الطريقة بحيث اوكي ماشي. هسه هنا خلونا نشوف. لا تتزور مو مشكلة، خلي طير راح يسرعنا هياك الراس. مثل ما شايفين الافراخ موجودة، قبل شوي سويت الطريقة ونجحت. مع ذلك خلونا نشوفكم شغلة واحدة، كنا حاطين الافراخ وكلتهم وانا شبعتهم، خلينا نشوف الطريقة. اوكي هذا الصغير ماكله هو شوي، بس خلينا ناكله همينه، هذا ما ماكل هواية. شايفين المعدة مالته؟ اوكي بس هيك شوية قطرة. شوفوا هاي، شوف المعدة مالته، لحظة المعدة مالته قبل. شوفوا الأكل شلون ينزل، هذين الأكل شلون ينزل. شوفوا هذا الحجم يكون كبير وهذا حجم كبير، هذول صغار بعدهم. ليش؟ شوفوا شلون يصير، هيك يصير. شوفوا شلون انتفخت. هاي الطريقة كلش صريحة صحيحة وكلش مفيدة. هسه نرجع خلاص هنا مهم، وكلنا شوية استعدها. هسه هو
ماشي، خلونا نرجعهم. هسه هنا شفتوا نجحت الطريقة الحمد لله، وغريادا خلونا ورا حكوك. تعال يلا، تعال انزل، يلا انزل. هو كلش محبوب ترى، ليت متوحش يعرف شلون انزل. يلا 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 انزل، انا دائما احب يكون واحد اليف. يلا يلا انزل. لا هو فاهم يعني، يفتهم بلا ما انا اقول له. يلا انزل. نو نو نو، منا منا لا لا، خليك مكان صاحي مكان صاحي. لا 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 لا، يعافي. يلا بعد، يلا فوت هسه، غير يفوت غير يفوت وفضها. نو نو، ولك انزل، ولك لا، ولك وغير يجي منا. تعال اهو، عشان بالله راح اضيع وقته كله، تاخير كله تاخير. يلا يلا يلا، يا كنزل غير ينزل. تعال ارجع، يلا 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 انزل. استغفر الله، مو مهم خلو بعدين نخليه وقفص. المهم هذا واحد، راح نجي هنا على الافراخ البادجي اللي هم افراخ الهليكوبتر. نفس الطريقة تسوون، صدقوني كلش نجحت وياي وما ظن بها اي خوف، لانه طيور البادجي دائما لازم تكون عينك عليها، خاصة هنا هاي ثاني فرخ اول ولادة، ثاني فرخ صارت للأسف. هذا لي نلاحظي، شفتوا شلون؟
هاي الطريقة حبايب قلبي كلش ناجحة مثل ما قلت لكم وعودتكم بالفيديوهات، قلت لكم شوفون هنا دائما تخلصون تحاولوا شوي تساعدونا. شفتوا شلون هاي الطريقة اللي أنا قلت لكم؟ شوفوا هنا حجمها كبر حجمها صغير يكون. هاي الطريقة تعلموها حبايب قلبي ولا تنسون. جهل مكسر يعني هنا ما عندي مشكلة لان هو فرق واحد اساسا. هذول فراخ الرينبو طبعا. هاي انت هاي عطول هاي اللي انت تبيض 7 بيضات ويطلع لي فرخ واحد مع ذلك الحمد لله والشكر. هنا عندنا انتاج هنا الحمد لله والشكر، هنا فرخ هنا بيض هناك حاليا تقريبا يمكن مبيضة هنا بيض هذا البط الحمد لله والشكر هنا بيض. تنام على بيض مع ذلك هاي الانتاجات اللي عندي الافراخ طلعة اكثر من فرخ الحمد لله والشكر. عندي انا عندي هنا في حالة اكو دوان افراخ الانثى والذكر دائما حتى الافراخ مرات الانثى الانثى والذكر ما عندهم وقت يوكلوهم، حاول انت توكلهم بقدر ما تخسر شيء. وهاي تقريبا حاليا الانثى والذكر على وشك البيضين ان شاء الله قريبا جدا. ونستودعكم حبايب قلبي، اتمنى اكون فادتكم الفكرة. صدقوني النتيجة 100% ناجحة، ما راح تخسر شي. حاول انه تقلل منه يكون خفيف مثل الشوربة، حاول يكون حتى لو مثل الشوربة. تعرف ليش؟ لأنه يكون مي ينزل بسرعة يشربونه مثل المي، لأن هو فرخ صغير يكون شوية صعبة. فلا تنسون حبايب قلبي اشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ونشر الفيديو لكل أصحابك لحتى توصلهم الفكرة. أكيد كل ما تسوي فعل خير كل ما تكون نفسيتك مرتاحة. تحياتي لكم غوني البغدادي. لا تنسون حبايب قلبي الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لحتى يوصلكم كل شيء حلو وجديد. ماشي.